بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، أهلا وسهلا بحضرتك بالقاهرة وفي شبكة يقين الإخبارية. شكرا، وأنا أرحب بكم في بيتي المتواضع، وأهلا وسهلا بكم وبيقين، وإن شاء الله نحن على يقين مما سنقول إن شاء الله. في البداية، كيف ترى يعني المسار السياسي ل 30 يونيو وخارطة الطريق؟ في حقيقة الأمر أنه كما نعلم كلنا أن مصر بدأت ثورتها بثورة 25 يناير، وحدث ما حدث من مسائل حول هذه الثورة، خاصة وأن ثورات الربيع العربي كلها لم تأتي بقيادات بدءا، وإنما قادها شباب وشعب. فبالتالي الجهات المنظمة في الشارع استطاعت أن تختطف ثورة، تختطفها، وهذا حصل في أكثر من مكان في العالم العربي، هو أمر طبيعي. واستمرت الأمور، وللأسف حدث ما حدث من سوء تصرفات أدت إلى أنه وجد المهتمين في مصر بالأمن القومي المصري، سواء كان في القوات المسلحة أو في القوى الوطنية أو في القوى الدينية، وجدوا أنه لابد أن يتم وقف هذا الأمر والاتجاه أو تصحيح مسار ثورة 25 يونيو يناير، فجاءت ثورة جون أو 30 يونيو كتصحيح ليس للثورة ولكن للمسار التي أخذت الثورة فيه. والشيء الطيب أن جاءت بخارطة الطريق، لم تأتي عبثا أو لم تأتي لصالح مؤسسة معينة، سواء كانت من مؤسسات الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني أو الأحزاب، إنما جاءت لمصلحة مصر إن شاء الله. وكان منتهى الذكاء وضع خارطة الطريق لتعود مصر إلى الخط الصحيح وإلى تنفيذ مطالب الثوار التي قاموا من أجلها، الكرامة والعدالة الاجتماعية إلى آخره، وسائرة حتى الآن، وإن شاء الله تستمر حتى تنتهي خارطة الطريق إلى أن يتم انتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يحرس المحروسة ويبعد عنها كل سوء وكل شهر. نحن نعلم بالنسبة لنا في الجنوب العربي علاقتنا بمصر علاقة تاريخية، لا يكاد أحد مننا أو من أولادنا إلا مر على مدرس مصري، وده في تاريخنا كله من أيام الملكية هنا وما بعدها، وأيام الثورة عندنا ضد الاستعمار البريطاني كان لمصر ذلك الدور المشهود. وبالتالي أيضا نحن ومصر على جانبي أو على جانبي البحر الأحمر، فمصر تمسك بالمخنق الشمالي للبحر الأحمر ونحن بباب المندب جنوب البحر الأحمر، وبالتالي هناك خط استراتيجي يجمع بين مصر والجنوب العربي، علاوة على التاريخ المشترك، علاوة على الآمال المشتركة لمستقبل بلادنا وأهلنا، على أن كلنا عرب نود أن نعين بعضنا، كل من حدثت له كبوة يعمل في أن يعينه أخوه ولو بالكلمة الطيبة. فنحن على ثقة بأن شعب مصر الذي يواجه مؤامرات كبيرة ويواجه حالة أمنية غير مسبوقة في تاريخ مصر المعاصر، نحن نثق أنه سيتجاوز هذه المحنة، وهي محنة كل عربي، وأثبتت هذه المحنة اللي مرت بها مصر واللي الآن إن شاء الله على خروج منها، أثبتت بأنه مصر ذات التأثير الأساس في المنطقة العربية، وما يحدث في مصر تجد صداه هناك. يعني القارئ للقرآن والمنشد والمغني بيغني في مصر ونقول الله هناك، فالأمور متشابكة والمصالح متشابكة والمشاعر
ممزوجه مع بعضها وليست متشابكه حتى، ممزوجه. فبالتالي ما يحدث في مصر سواء سلبا او ايجابا وينعكس تماما في كل المنطقه العربيه وفي غيرها ايضا. وكيف تقدمون الدعم السياسي والشعبي لدعم خارطة الطريق؟ وأيضا يعني ما تقييم حضرتك للخلاف الداخلي والخارجي حول وصف 30 يونيو بأنه انقلاب وثورة من جهة أخرى؟ الحقيقة احنا عندنا حاجتين بسيطة نقدمها كدعم. أولها الدعاء، والدعاء في نظرنا شيء عظيم. ثانيا احنا في مسيرات شعبنا في الجنوب دائما بيعبر عن تأييده لخارطة الطريق وترفع الصور، حتى المشير السيسي من الناس، من الناس. لا أقول لك أنه أحد مننا كقيادات خطط لهذا، لا الناس، وهذا شيء طيب. هذا اللي نقدر نقوم به في المرحلة الحالية، لأننا نحن في نكبة، نحن في كفاح لنأخذ استغلالنا. أما من وصف ما حدث في 3 جولاي بأنه انقلاب عسكري، ف حقيقه امر غريب. ما هو الانقلاب؟ نعرف الانقلاب العسكري اول، نتفق على تعريف الانقلاب العسكري. هل الانقلاب العسكري ان يكون كعسكري في السلطه؟ ما فيش دوله في الدنيا الا في عسكري في السلطه. عندك جنبك اسرائيل، كل زعاماتها اللي معظمهم اللي يكونوا كلهم عسكريين. ايزنهاور البطل في الحرب العالميه الثانيه صار رئيس امريكا، بوش الكبير صار رئيس الأمريكا هو عسكري طيار، الجنرال ديجول من أعظم رؤساء فرنسا هو عسكري. وقس على ذلك في المنطقة العربية كلها، السادات مش عسكري؟ نعم، صاحب النصر العظيم وصاحب فتح الأبواب للناس ومن أعظم رؤساء مصر في نظري. إذن كونه ينتمي إلى المؤسسة العسكرية، أي إنسان ينتمي للمؤسسة العسكرية يصل إلى سد الحكم بذاته كشخصه وليس للمؤسسة، هذا لا يعني حكم عسكري. الحكم العسكري أن الجيش يقوم بانقلاب يستولي على السلطة، وكل مفاصل السلطة وكل مؤسسات السلطة تدار عسكريا، وكل الأحكام والقوانين عسكرية. هل هذا جاري عندكم؟ هل موجود حاكم عسكري في القاهرة ولا في الجيزة ولا في الإسكندرية ولا في عندكم حاجة كده؟ موجود بس يعني لا، حاكم عسكري أتكلم، أنا أتكلم كلام دقيق. نعم. تعريف علمي. هل يوجد عندك حاكم عسكري؟ موجود. حاكم عسكري اسمه حاكم عسكري؟ رئيس مجلس عسكري هو الحاكم العسكري. لا ده كلام مش صحيح. انا اختلف مع سيادتك. اللي مجد محافظ القاهره، محافظ الجيزه. عندما نقول حكم عسكري اي ان كل مؤسسات الدوليه الدوله تدار عسكريا، كل القوانين عسكريه. هذا مش صحيح. ثانيا الجيش المصري، ما اعتقد ان في اسره في مصر الا في حد من افرادها في الجيش. اكيد هم جاي من برا. مسرتهم جيتم مسرتهم استردت حد منهم. ابناء الشعب المصري، هل هم مشاعر تختلف عن مشاعرك اللي انت مدني؟ بالتاكيد لا. هل ممكن تصنف نفسك انك مخلص لمصر ولقضيتها وللحكم المدني فيها اكثر منهم؟ باي حق. النقطه الاخرى، انت تعرف انه دوله مصر مش هي اللي جت اول، ده الجيش المصري اللي اتخلق اول ثم ركبت الدولة عليها. مش عارف الحكاية دي من البداية مع محمد علي. طيب من أتى قبل من؟ ثانيا يكفيكم فخر يا أهل مصر أن سيد الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سماكم خير أجناد الأرض. فلما يكون من ضمن الحكام في بلدك عسكري من خير أجناد الأرض، أنت عايز ثاني؟ هذه العقدة زرعت فينا لتزرع شق في صف مصر بين جيشها وبين شعبها. هي مش من مصر، جاي من برا مصر. وللأسف بعض الأخوان في مصر تلقفوها وعزفوا عليها خاطئ، تلقفتوا فتنة فاستخدمها البعض ليشير شق بين جيش مصر وشعب مصر. في حقيقة في التاريخ كله ما في شق. يوم ما يكون الجيش المصري قوي وناهض تجد الشعب المصري قوي وناهض، يوم ما يضعف الجيش المصري وينهار ويسب ويهان تجد الشعب المصري نفس الشيء. فلا نسمح بهذا التوصيف الفعلي لما قام. ليس هناك انقلاب، بدليل شارك فيه المؤسسة العسكرية، شاركت فيه المؤسسة الدينية بفرعيها،
شارك فيه القوى الوطنية اللي الأحزاب والمكونات والجبهة الوطنية لآخرة، شارك فيه الشباب، شارك فيه الإسلاميين السلفيين. إذا منين جاء انقلاب عسكري؟ ستقول لي أنهم كانوا بين خيارين فاختاروا خيار، يعني ينتظروا المرسي لما ما احنا مش عارفين امتى يمشي يا يعملوها ساعتها. انا عجبتني كلمه الشيخ الازهر في ذلك الاجتماع، وكان هو انسان واعي ومتزن ومن كبار علماء مصر واجلهم وانظفهم. يكفي انك تعرف انه ما ياخذش من الازهر ولا مليم، انت عارف كده ولا لا؟ لا يستلم شيء. قام وقف وقال خيرنا بين امرين، وشرعنا يقول إذا خيرت بين أمرين، يعني أمر الواقع وأن نغيره، إذا خيرت بين أمرين فالشرع يأمرك بأن تختار أخف الضررين، فاخترنا أخف الضررين. ما فيش أي خيار في عمل سياسي أو وطني في أي بلد، ما فيش أي خيار في الدنيا 100% نظيف وصافي وجميل ومن غير سلبيات. ما فيش خيار أيضا كله إيجابيات ولا خيار كله سلبيات. فأنت بين خياراتك في العملية السياسية أو العملية الوطنية ستختار الأكثر إيجاباً والأقل سلباً، بس هذا كل ما في الأمر. فهم اختاروا هذا، وكانوا على حق في نظري أنا، ويتأخروا الله يستر. ونحن نحترم وجهة نظر حضرتك. وبالانتقال إلى يعني القضية، ما عجبتك شيء نظري؟ لا يا سيدي مش مناظرة، ده حوار، وده رأي حضرتك. ده رأي حضرتك مش مناظرة، أنا بسأل وحضرتك لك الإجابة. ما عندي إشكال، وأنا كصحفي أحترمها. لا أبدا، وأنا أحترم برضو أسئلتك ورأيك أيضا، ما في مشكلة. بالانتقال إلى القضية الجنوبية، وحضرتك رئيس حزب رابطة الجنوب العربي، والذي أنشئ منذ الخمسينيات وقاوم الاحتلال البريطاني حتى الاستقلال في 1967. نود نبذة عن تاريخ الجنوب العربي ودخول في الوحدة ومطالبة فك الارتباط مع الجمهورية اليمنية. تاريخ المنطقة كلها، الجزيرة العربية كلها، هو تاريخ انقسامي أصلا. لم يكن فيها دولة واحدة مركزية، وإنما كانت دويلات أو دول. هذا ينطبق على اليمن وينطبق على الجنوب. حتى عندما حكم اليمن الزيدية، مذهب الزيدي، وهو مذهب عظيم لا شك من مذاهب الشيعة المعتدلة، يسمون نفسهم مذهب الخامس، يعني خامس أهل السنة، لأنهم مراجعهم في الفتوى ومراجعهم في السند واحدة، أنا وهم، يعني بياخذوا بالبخاري، بياخذوا بمسلم، بياخذوا بمراجعنا الحديث. حتى لما حكموا أحيانا تلاقي إمامين ثلاثة في اليمن. فالتاريخ تاريخ انقسامي، وما فيش حاجة اسمها وحدة يمنية تمت في التاريخ، هذا أكذوبة كذبنا على الناس، أو البعض كذب على الناس صدقوها. دليلي أنه لأول مرة يسمى باسم يمن كيان سياسي هو في عام 1918، يعني أول امبارح، يعني القرن الماضي، يعني 100 سنة أيام ما محيا. ففي السابق لم يكن هناك كيان سياسي اسمه اليمن، كان في جهة اسمها اليمن. سيدنا رسول الله عندما وقف في مكة قال ها هنا يمننا وها هنا شامنا، يعني الجنوب هذا كل ما هو جنوب هو يمن، لأنها جاية من لفظة حرميرية، يمنات تعني الجنوب باللغة الحرميرية، وشامات تعني الشمال. حتى في تبوك رسول الله وقف وقال ها هنا يمننا وها هنا شامنا، يعني القضية قضية اتجاه. حتى في صنعاء إلى اليوم، صنعاء القديمة لها سور لا زال لحد دلوقتي في عدة أبواب. الباب اللي في الجنوب بنسميه الباب إيه؟ باب اليمن. باب اليمن لأنه في الجنوب. إذا مسمى دولة أو كيان سياسي أو هوية أو جنسية باسم اليمن هو حديث أصلا. حتى في قبل الإسلام كانت هناك دول كبيرة في المنطقة هذه كلها، جنوب الجزيرة العربية، كان في دولة سبكة قبلها، دولة حضرموت، دولة معين، دولة حمير، دولة قتبان، دولة أوسان، هذه كلها دول كبيرة وبعضها متزامنة، لكنها أحيانا زي رمال الصحراء تكبر واحدة فتتوسع على ما حولها فترة وتضعف، لأن شيء أي شيء يقوم على القوة، قوة الزراع قبل أن يتغير، لأن القوة ما هيش عامل ثابت،
هي عامل متغير. أي قوة في الدنيا، قوة مالية، قوة إعلامية، قوة عسكرية، هي عامل متغير. فأنت ممكن تبني بها شيء، لكن لا تستطيع أن تبقي بها شيء، لأنها حتى أنت قوي بنيت، احتليت وحكمت، طيب ما أنت ضعفت في يوم من الأيام، اللي حيحصل حتنكمش دولتك هذه وحتوسع دولة أخرى. وهكذا كان شأن المنطقة سواء كان في اليمن أو في الجنوب. في 51 عندما قام أسس الروادنا حزبنا، كان الجنوب عبارة عن عدن مستعمرة اسمها مستعمرة عدن، ومحميات بريطانية اسمها المحميات الشرقية والمحميات الغربية. فالرابطة رأت أنه لابد نسميه مسمى واحد لهذا الكل، لأننا قصدنا توحيده وإجلاء الاستعمار منه، فسمي الجنوب العربي التي كانت هي عدن ومحمياتها الشرقية والغربية. وانتشر الاسم وثبت الاسم، وعندما تقدمنا للأمم المتحدة بقضيتنا لتصفية الاستعمار ثبت الاسم في الأمم المتحدة كمنطقة جنوب عربي. وكنا نعني بالجنوب العربي أنه جنوب الجزيرة العربية، جنوب العرب كلها، وآخر منطقة جنوبية، أقصى الجنوب من بلاد العرب، زي ما يقول المغرب العربي، وده نفس الشيء. ده من تاريخ الاستقلال 67 لحتى من واحد لا من 51 من 51. أثناء العمل ضد الاستعمار جاءت بعض الأخوان من عندنا، من الذين انتموا لحركات قومية زي حركة القومية العربة وغيرها، ولهم تنظيم على مستوى اليمن والجنوب، فبدأ التحويل لاسم ده هم يحولوه إعلاميا إلى الجنوب اليمني، وإحنا هو الجنوب العربي. حتى الرئيس عبد الناصر في كل خطبة يعمل خطبة في تعز قال على الاستعمار البريطاني أن يأخذ عصاه ويرحل من الجنوب العربي. له كلام آخر بعد مؤتمر الخرطوم بعد حرب 67 كرر اسم الجنوب العربي 4 مرات، لأنه كان يدرك بأن هذا جنوب عربي وهذا مكان يقول اليمن والجنوب العربي. ليلة الاستقلال عندما تم الاتفاق مع الإنجليز على الاستقلال مع الإخوان في الجبهة القومية، اختاروا هم اسم جمهورية اليمن الجنوبية، يمننوها خالص. وهذه كانت أهم ضربة تلقتها الهوية الجنوبية، وصارت الأمور هكذا إلى أن جاء موضوع انهيار الاتحاد السوفيتي في سنة 90، تسارع الأحداث، فكل هرب إلى الوحدة. إحنا أيدنا الوحدة في البداية على أساس أننا عايزين نخلص من نظام، كان عندنا نظام ماركسي، فقلنا يمكن يتصلح، وحاولنا مع الإخوان أنه أول نعمل وحدة وطنية في إطار الجنوب، الجهات الجنوبية والقوى الجنوبية تتوحد، ثم نتجه للوحدة مع إخواننا في اليمن. لكن كان في استعجال لعملية الوحدة، وتمت الوحدة على هذا الأساس. حاولنا كل الطرق إصلاحات في إطار الوحدة، قدمنا عدة مشاريع للإصلاحات، منها الفيدرالية على التأقلم، منها الفيدرالية على إقليمين ثم استفتاء الجنوب، فكان الرفض الدائم. فوصلنا إلى قناعة أن الأخوان في اليمن مش راغبين في شيء، ويعتبر أن هذا الموضوع ملكية خاصة بهم، والجنوب أرضا وشعبا وحجرا وبشرا ومدرا، ده كأنه ملكية خاصة، لأن هناك مصالح كبيرة في البترول وغيرها. فقلنا خلاص ما بدها شيء كذا، يبقى نرجع لأصلنا، إحنا جنوب عربي ونريد أن نستقل. طبعا هذا الكلام مش نحن فقط، نحن لا يمكن يجينا بعد الناس، إنما الناس الشارع في الجنوب هو الذي قام بهذا الحراك السلمي، يطالب باستغلال الجنوب وتحريره وقيام دولة جنوبية. فهذا اللي جاري الآن. الآخرين بعضهم يطالبوا بفك ارتباط، بعضهم يطالبوا باستعادة الدولة، والحقيقة ما فيش فك ارتباط، ما كانش في ارتباط، كان في اندماج والفرق. وأيضا تستعيد شيء قد انتهى، ما تقدرش تستعيده، أنت تقيم دولة جديدة. هذا رأينا احنا، وهذا الآن رأي عند معظم الناس، أنه تحرير واستقلال، تثبيت الهوية الجنوبية، وبناء دولة جنوبية فيدرالية في إطار الجنوب، فيدرالية في إطار الجنوب، لأن من البداية من 56 حنا نادي فيدرالية في إطار الجنوب، لأن في تنوع عندنا، والتنوع ممكن يكون شيء إيجابي جدا إن استوعبته وقدرته واعترفت به واستثمرته. ممكن يكون عامل مشاكل إن أنت حاولت تنفيه أو حاولت تنكره أو حاولت، لكل منطقة خصائصها هو. فهذا اللي نتجه إليه إن شاء الله، ونحن على ثقة أنه سيتحقق.
طب الجمهورية اليمنية يعني أقامت حوار لجميع الفصائل والتيارات السياسية في صنعاء وعدن، وانضم لها بعض من أبناء الجنوب، فلماذا رفضتم الدخول في الحوار الوطني اليمني، وما يعني تقييمكم لمخرجات الحوار ومطالبكم الآن؟ الأول الحوار كان في صنعاء، ما كانش في عدن. ثانيا جاء الحوار نتيجة للمبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية أساسها لم تذكر، المبادرة الخليجية لم تذكر شيء عن قضية الجنوب أصلا، لمعالجة الصراع اللي نشأ في صنعاء بين مراكز القوة والنفوذ في صنعاء بحقن الدماء. فبالتالي هذا أمر ما يخص الجنوب. اثنين، لما أضافوا في الآلية التنفيذية للجنوبي، احنا رأينا أنه آلية الحوار ليست آلية توصل لحل، هي آلية حوار الاثنين في بيت واحد بيتخانقوا، يعني الناس في داخل البيت، ده عايز الكرسي ده، ده عايز الكرسي ده، في إطار نفس الأوضة، وده مش حل المطلوب احنا. وبالتالي صممت الآلية على التصويت، ما سمعناش حوار التصويت اللي عندنا، على التصويت ب 90% لأي قضية، وهذا مستحيل. وثم لجنة توفيقية ب 75%، وهذا مستحيل. فبالتالي عملية التصويت في حوار كهذا ما لا تجوز. اثنين، لم يوضع للقضية الجنوبية مبادرة خاصة بها تعالجها. احنا نقول عايزين استغلال، تقول لي خش من البداية قول زي ما انت عايز، لكن في النهاية واحدة. فهذا كلام، هما يسمع انك تقول اني عايز انفصال او عايز دولة في الجنوب، تقول، لكن في النهاية السعفي ردك. فبالتالي احنا قلنا لا، لابد من مبادرة خاصة بالقضية الجنوبية، واذا كان هناك حوار لابد ان يكون حوار ندي بين من ينادون بدولة للجنوب وبين اللي هم ضد، مش حتى بين شمال وجنوب، لان حيقولين في جنوبيين عايزين دولة، ما عندناش معنى يكونوا في الصف اللي هو عايز الدولة، والطرف الثاني الصف اللي عايز دولة في الجنوب، وده الصف اللي عايز يمن، ونتحاور. والندية في نظرنا هي ان يكون لك ولي نفس الحق في رفض اي شيء مشترك بيني وبينك، يعني اي شيء مشترك بيني وبينك يا نقبله سوا يا يبقى مرفوض. اذا انا رفضت الشيء المشترك ما يفرضش علي، واذا انت رفضت الشيء المشترك ما يفرضش عليك. في نظرنا هذه هي الندية. الندية ليست بالعدد، خمسة من عندك وخمسة من عندي، احنا جايين لا انا داخل ما حنتصارع ولا احنا يكفي من عندنا واحد ولا اثنين، يجيبوا مية هم، مش القضية. القضية منطق الامور يكون ان الندية، تعريف للندية في نظرنا أنها لا يفرض علي شيء مشترك مع الطرف الآخر إلا إذا أنا قابل به. هذا في نظرنا هي الندية، لأن إحنا توصيفنا للقضية الجنوبية ليست قضية داخلية في إطار اليمن، هي قضية تحرير واستغلال أرض محتلة فعلا محتلة. واعترف بعض الكبار المسؤولين في صنعاء منهم علي محسن الأحمر، اللي هو علي محسن، فأنها استعمار. وده يا اخي انت عملتني كمستعمر، الله يسهل عليك وعلي، نستغل ونكون اخوان، بيننا علاقات وديه، بيننا مصالح مشتركه، بيننا روابط اجتماعيه واقتصاديه الى اخره، تستمر. لكن الوحده الله يسهل عليها، ما فيش وحده. طب حضرتك اشرت ان يعني تحبذ ان تكون فيدراليه داخل الدوله، و اي دوله؟ دولة الجنوب بتاعها. نعم. تقصد كده. نعم. ولكن معالي دولة رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس قال إن 90%، قال على إحدى القنوات العربية أن 90% من أبناء الجنوب يقبلون بفيدرالية داخل الجمهورية اليمنية اللي هي الشمال والجنوب. وأيضا هناك من المعروف أن التيارات ومكونات السياسية اليمنية الجنوبية ما زالوا يختلفون حتى الآن، ونعلم أنكم كنتم في زيارة يعني مؤخرا للرئيس علي سالم البيض، وكان معكم الرئيس علي ناصر محمد الرئيس الأسبق والرئيس السابق والأسبق للجنوب العربي، ومع دولة الرئيس السابق حيدر أبو بكر العطاس. فهل يعني مكونات الجنوب والتيارات السياسية والقيادات الأولى، وحضرتك يعني قيادة بارزة ومناضل يعني جديد وقديم في
المقاومة والسياسة اليمنية، هل ستتفقون على يعني رؤية موحدة تخاطبون بها الجمهورية اليمنية وتخاطبون بها العالم أيضا؟ أولا حبيبي أنا هذا الاجتماع اللي تقول عليه ما لا حضرته ولا رحته ولا شفته. نعم. إلا في الجرائد زي ما سألتك قريته في المواقع وفي الصحف. أنا قريته. يعني أنا عرفت إني موجود في بيروت وإني حضرت الاجتماع ده. وحضرت ما حضرتش. عرفت من الصحف. طب يمكن أنا كنت حاضر وأنا شاعر. لا أنا ما كان لي علاقة بهذا الاجتماع الأخوان. الله يسهل عليهم، إحنا نفرح لما يجتمعوا اثنين حتى من بلادنا، نفرح يجتمعون ويتبادلون الرأي ويتفقون وينسقون ويتعاونون. لكن يجي الكلام أخينا حيدر العطاس 90% مع الفدرالية. يا أخي أول من طرح الفدرالية إحنا على إقليمين واستفتاء من قبل كم سنة، من 2010. لكن إحنا وصلنا إلى قناعة مطلقة لا فائدة. ومدام يقولوا 90% في حل بسيط ما يحتاج جدل في الموضوع، نستفتي شعب اليمن بس، وحنشوف 90% هم مع الفدرالية ولا مع الاستغلال. طب هل باقي التيارات السياسية والمكونات السياسية وزعماء وقيادات الجنوب يعني مع هذا الطرح، ولا ما زال هناك اختلاف؟ لا يا سيدي، شوف، كون في حد يطرح الفدرالية أو غيرها أو حتى مع الوحدة كما هي، في موجود جنوبيين بهذا الشكل، لكن هم قلة، وأقول قلة وأنا على ثقة، وأنا عشان كده بقول استفتاء في الجنوب، ولن تجد في الجنوب أقل من 90% هم على حيكونوا مع لن تجدهم أقل من 90% اللي مع التحرير والاستغلال وإقامة الدولة الجنوبية. في الحكاية حكاية ما هيش أن معايا 90% معاك 90%، مش كده القضية، ليست هكذا، لأنه إرسال الكلام مرسلا هكذا بلا دليل. أنا أقول دليلي استفتوا بس، يعني لكن أن يحصل خلاف، أن يكون هناك آخرين لهم رأي سواء قلة أو أكثرية، هذا موجود في العالم كله في أي قضية من القضايا. ولذلك نقول أنه نريد إنفاذ إرادة الشعب الجنوب. إحنا نرى أن شعبنا يريد تحرير واستقلال وبناء دولة جنوبية والتمسك بالهوية الجنوبية، ونحن معه. هذا ما نرى. في حد مكذب؟ طيب ننفذ إرادة الشعب نسأله. تم مع رفض الجمهورية اليمنية لمشروع الاستفتاء وفك الارتباط وهو ما يسموه انفصال، هل أنا أسميه استغلال، لا فك ارتباط ولا انفصال ولا استعادة الدولة. ما دام في احتلال معناه في استغلال. نعم سيدي، أنا بديك وجهة نظر أخرى بشكل مختصر. يعني هل ستتجهون لتدويل قضيتكم؟ ونعلم أن الرئيس علي سالم البيض الآن في جولة أوروبية في يعني دول الاتحاد الأوروبي. برضو أظن هو مش عارف أن في جولة من الجرائد. هذا ما أعلن في أصحابه أن الرئيس علي سالم البيض في جولة أوروبية. كلام ما له أساس. كلام ما له أساس، يعني زي ما أنا في بيروت أنا مش عارف. نعم. برضه هو في جولة هو مش عارف. طب ما الحقيقة في ذلك؟ ما في بيروت هو. فالأول حكاية التدويل. نعم. اليوم في هذه المرحلة لا أعتقد بوجود أي قضية إلا مدولة، وإلا لم يعلن رسميا تدويلها. ولا لا؟ هل في قضية في العالم اليوم، خاصة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية زي الجنوب زي مصر زي غيرها، العالم كله مش داخل بأصابع فيها؟ كله موجود، فالتدويل موجود أصلا، ما في مجلس الأمن هو بيناقش المسألة هذه. لكن إذا كان قصدك التدويل بأن يعقد مؤتمر دولي بشأنها، هذا ليس بعد، وإنما حيحصل إن شاء الله، إنما لم يحدث حتى الآن. طب هل ستتجهون للجامعة العربية؟ الجامعة العربية علينا ندرك بأنها تمثل الدول العربية. نعم. ومن ضمنها الدول العربية الجمهورية اليمنية، وبالتالي بنحرجهم بدون داعي. أنا حتروح تشوف أمين عام الجامعة الدول العربية وإنسان فاضل ومحترم، لكن ستجد أنه ما يستطيع يقول شيء في صالحك، لأنه لابد يراعي دولة أخرى اسمها دول الجمهورية اليمنية. نعم. مش وقته. حضرتك ذكرت ان يعني جنوب اليمن يمثل يعني اهميه استراتيجيه لاطلاله على باب المندب ومصر، طبعا نهايه البحر الاحمر وقناه السويس. هناك مخاوف من تهديد الامن القومي من خلال تاثير القواعد العسكريه الامريكيه على باب المندب المتمركزه الان
في يعني في جنوب اليمن، وايضا البعض يقول او يحذر من تقسيم اليمن الى 6 اقاليم، 4 في الشمال واثنين في الجنوب، ان هذا سيمهد لمزيد من الهيمنه الامريكيه والغربيه على مضيق باب المندب. فما تصورك في هذا؟ نمره واحد، شوف بالنسبه للدول الكبرى، خلينا نتكلم بصراحه كده على المكشوف. الدول الكبرى زي امريكا، زي روسيا، زي بريطانيا، زي هي اللي مهيمنه على المضايق في العالم كله، مش اصحابها. فهيمنوا عليهم، ما هم مهيمنين يعني، مضايق العالم كله ما هيش بيد اصحابها. الدول الصغيره هي اللي مش قادره تهيمن، لكن الدول الكبرى مهيمنه يعني. حتى انت هتقاوم امريكا باب المندب؟ مش هتقاومها، لكن ممكن اذا كان هي ضدك في حرب ممكن تضيعها. هذه واحدة. اثنين، في الجنوب العربي ما عندناش قواعد أمريكية. احنا عندنا مجموعة أمريكان في 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 معسكر اسمه معسكر العند في محافظة لحج، وبيشرفوا على موضوع الطائرات بدون طيار اللي بتضرب، بيقولوا القاعدة، وهذا كلام تدخل في السيادة، لكن هو هذا اللي ماشي الآن. فبالتالي الموقع الاستراتيجي الجنوب ليس فقط باب المندب، الجنوب بيشرف على البحر العربي، وبالتالي عنده ساحل طويل لبحر مفتوح. هذا البحر المفتوح ممكن يكون أهم موقع لتصدير النفط في العالم، يعني نفط الخليج كله ممكن يصدر منه هناك، بدل ما يخشوا مضيق هرمز، هناك في مخاطر أحيانا تحصل. أيضا عندنا جزيرة السقطرة. جزيرة السقطرة هذه هي أغرب إلى قريب من الصومال، وهي تشرف على مدخل المحيط الهندي. وكما تعرف في التاريخ أن المحيطات هي مفاتيح النفوذ في العالم، اللي يسيطر على المحيطات سيطر على العالم. فبالتالي موقع الجزيرة هذه موقع هام أيضا من هذه الناحية. أيضا عندنا ثروات كبيرة من الغاز والبترول في الجنوب، تلك المهام. أيضا ميناء عدن كميناء تجاري. فهذه الخمس الأمور هي تجعل من الجنوب منطقة استراتيجية خاصة جدا. يعني كيف يكون هناك تعاون مصري يمني عربي لعودة السيطرة وعودة الأمن القومي العربي مرة أخرى لباب المندب؟ طبعا أولا احنا لا نستطيع أن نعمل شيء في الجنوب لما نستعيد دولتنا. نقيم دولة في الجنوب، عندما نقيم دولة في الجنوب طبعا لا شك أننا حنستغ مع مصر، لا شك في هذا، لأنه أمر ضروري لنا ولمصر، ولأنه ده أمر طبيعي. ومن هنا ممكن نطور الأمور مع باقي الدول العربية، بحيث أنه كل الدول العربية تحاول أن تعمل شيء من الاستراتيجية لأمنها القومي، بدل ما كل واحد ماشي لوحده. مهم جدا مثلا دول الخليج، مصر، الجنوب، أيضا أخواننا في اليمن، ايضا سوريا اذا استعادت عافيتها، ايضا العراق اذا استعادت عافيتها. هذه دول مفاتيح للمنطقه، بالذات مصر ودول الجزيره السعوديه والجنوب وغيرها، هذه مفاتيح للمنطقه. يعني كيف ترى خريطه العالم العربي في ظل تزايد الصراعات وتزايد الحروب الاهليه، يعني في العراق، في لبنان، اسرائيل ضربت لبنان امبارح، مصر برضو ما زال فيها اضطرابات، طبعا ناحية تانية جنوب السودان برضو فيها انقلاب عسكري، ليبيا، يعني كيف ترى خريطة العالم العربي الآن؟ يعني أنا أرى مخاض لولادات متعسرة كثيرة، وإن شاء الله يعني ينتج عن هذا المخاض تسهيل الولادات هذه بولادات طبيعية وطيبة، حتى لو بعمليات قيصرية، لكن يطلع المولود سليم والأم سليمة إن شاء الله. بالنسبة لحراككم الجنوبي، أنتم يعني ملتزمون بالسلمية، ولكن يعني صدرت بعض يعني المنادات بأن يتحول الصراع إلى عسكرة الصراع، فيعني ونحن أيضا أن تنظيم القاعدة يعني نفذ عمليات في جنوب وشمال اليمن. موضوعين مختلفين. موضوع الحراك، الموضوع الحراك بدأ سلمي ولا زال سلميا، ونعتقد أن السلمية هي مكان القوة في حراك شعبنا الثوري السلمي. لكن إذا العالم ساكت من حولنا إقليميا وعربيا ودوليا،
ويقتل شعبنا كل يوم في الشوارع، إلى درجة أن الدبابات تقصف موقع العزاء تبع المجزرة، إلى درجة أنه بالرصاص الحي يضربوا الشاب طفل 15 سنة لأنه ماسك يافطة ما عندوش سلاح، نازلين حتى مشايين القمصان عراية والعالم يتفرج حتى مش إدانة ولا كأن شيء يحدث. بينما لو حدث عشر هذا في أي دولة ثانية لتحركت حقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا والعالم العربي. هذا يجعل الناس توصل لدرجة من الإحباط، والإحباط يولد عند شعبنا ما يولدش، الإحباط عندنا ما يولدش انكسار، يولد انفجار. هذا اللي نخشاه. هذه واحدة. اثنين، أيضا لا أطلب أن واحد يقتلني ظلما وأنا واقف هكذا أني ما حاجة دفع نفسي إن شاء الله خربش، اللي مع خربشة حيخربش، اللي مع حجر حيضرب بيها، اللي مع بندقية حيضرب بيها، إذا هو بيدافع عن نفسه. فحق الدفاع عن النفس أمر مشروع، الأساس سلمي حركة شعبنا، لكن لا, لا 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 العالم لا يطلب منه أكثر من طاقته. يقتل كل يوم شباب وأطفال وصغار ورجال ونساء والعالم يتفرج، يعني ما جابروش خاطر هذا الشعب حتى بإدانة لما يجري من 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 فضايع فوق الحد. لو شفت الصور يمكن ما أدري، شفت لو شفت الصور حاجة 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 فوق مجازر. إذا لا نلوم الناس إذا دافع عن أنفسهم. وأيضا يعني تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة هو خلق في الجنوب ومصدر الفكري من اليمن في مدارس المطرفة التكفيرية، وهناك فعلا في شباب مندفعين اسم القاعدة، وهناك مخترقين أيضا بشباب آخرين من مراكز النفوذ في السلطة ومن بعض الدول، كل له جماعته مخترقين في القاعدة، وكل يستغل القاعدة من خلال اختراقاته في عمليات ضد الآخر أحيانا. هذا جاري. هل هناك دول عربية أو دولية سندتكم في مطالبكم؟ حتى الآن لا، لكن أعتقد أن هذا قادم. في يقولوا أن إيران ساعد البعض، وإيران دولة كبيرة في المنطقة. فلا شك أن لها تحاول أن يكون لها موضع قدم، وهذا شيء طبيعي وغير منكور. وشعبنا في مرحلة يحتاج لأي سند ولو بالكلمة الطيبة، فسيفرح من إيران أو من غير إيران إذا سندته في 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 محنته، سواء بمال أو بكلمة أو بسياسة. أو الإنسان لما يكون واقع في مصيبة فيبحث عن من يواسيه على الأقل. وماذا عن موقف تركيا؟ تركيا لأن الإخوان المسلمين هم القوة في الشمال في اليمن، حزب اليمن الإصلاح هي معهم، شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. ولكن يعني الجمهورية اليمنية دائما يعني يبررون رفضهم لفكرة استقلال واستعادة الدولة إلى مشروع الشرق الأوسط الكبير ومشروع الشرق الأوسط الجديد وتقسيم العالم العربي ل 32 دولة على أسس دينية وأثنية وعرقية. يعني فهل يعني هذه المخاطر يعني كيف تردون عليها، وهي ليست ذات يعني جديرة بالذكر؟ لا ما عليه، يكون كلامهم صحيح 100% في حالة واحدة، لو دعوة شعبنا للاستقلال جاءت مع الربيع العربي ما نقول ممكن، لكن من بيسابق بسنين، الحين من 94 نضرب، فالمسألة سابقة، حاجة معينة في عدن واجتاحوها ودمروا إلى آخر. فالموضوع لو جاء مع الربيع العربي مع حكاية الشرق الأوسط الجديد بنقول معهم حق، لكن أنا أعتقد أنه هم يبحثون عن شرق أوسط جديد مش إحنا. إحنا أصلاً ما كناش في دولة واحدة حلوهم، فجربنا أن نكون في دولة واحدة ما نفعش، فنعيش على غلب بدل ما نبني جدر الكراهية فيما بيننا، فنبني جسور المصالح المشتركة والمحبة والمودة، وكل الدب له دولته. هذا اللي نقوله إحنا. هل ستتجهون لمجلس الأمن وخاصة هو أصدر القرارين عام 94؟ قراري 94 لا تنطبق علينا لأنها لم تكن لها شأن بالجنوب، وإنما لها شأن بوقف الحرب آنذاك وبخلاف في إطار السلطة، فبالتالي هي تعالج الحالة في إطار الجمهورية اليمنية وليس فيها شيء خاص بالجنوب.
لكن احنا عندنا مداخل كثيرة في القانون الدولي، أولا في ميثاق الأمم المتحدة، ثم في القانون الدولي المعاصر سواء كان الإنساني أو الاقتصادي أو السياسي، مداخل كثيرة. من حقنا قانونا دوليا أن تحترم إرادة الناس، إرادة شعبنا، خاصة وإحنا لما كم 20 سنة كنا أصبحنا دولة واحدة، فغيرنا عادوا مئات السنين دولة واحدة واستفتوا انتهى الموضوع. كاليفورنيا الآن، كاليفورنيا وهي أعظم ولاية في أمريكا بل أغناهم، بل يمكن أغنى من أي دولة أوروبية، الولاية الوحدة عندها مشروع أن تقسم نفسها 6 ولايات، ما حدش قال حاجة يعني. أوكي، إذا الشعب عايز كده، طيب إحنا عايزين دولة، عندنا عايزين دولتنا، نقيم دولتنا في جنوب، إيه اللي يمنع تجبرني على وحدة جربناها وفشلت وهي لم تكن في التاريخ، وبعذر أنها كانت وحدة تاريخية كذب زور في التاريخ. يا أخي لا، خلينا نكون أحبها أحسن. مصر توحدت مع سوريا في عام 1958، بعد 3 سنين السلام عليكم السوريين، ضربتوهم؟ لا، فكر عبد الناصر يضربهم؟ فكروا الطيران في المظلات في إلا كانت رايحة تضرب، فكر أنه مش صح، رجعوا ولاد، وأبقى على غير العلاتات. ثم شاركت مصر وسوريا في حرب واحدة في عام 67 وفي عام 73، فهذا هذا هذا الوضع الطبيعي يعني. انت عايز تفرض رح واحد علينا واحنا شعبنا مش عايزها؟ اخر سؤال يعني، في حالة قبول مطلبكم باستعادة الدولة، هل لديكم ما عندناش استعادة، احنا لا نستعيد الدولة. تستعيد ايش؟ تستعيد شغل انها انتهى. احنا مطلبنا تحرير واستقلال وبناء دولة. في حالة تحقيق مطلبكم، هل لديكم يعني خطة طريق من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية؟ يعني ما هي رؤيتكم في حالة الاستجابة لمطلبكم؟ احنا في حزبنا قدم رؤية للزملاء، احنا ما احناش وحدنا في الجنوب، ولا ندعينا نمثل الجنوب وحدنا، احنا جزء من هذا الشعب ومن مكوناته. ففينا تحضير المؤتمر جنوبي جامع، فقدمنا هذه الرؤية اللي هي مشروع لاستغلال الجنوب. هذه الرؤية حاولت تقريبا كل المؤسساتك سألت عنه، بل حتى قدمنا فيها مشروع دستور ليدرس ويناقشوا يعدلوا ويصوبوا. طرحنا رؤيتنا للسياسات الداخلية والخارجية لهذه الدولة القادمة، طرحنا رؤيتنا لكيفية استلام الجنوب وكيفية تأمينها سواء عسكريا أمنيا اقتصاديا معيشيا صحيا، نواحي التأمين المختلفة كلها، ثم كيفية تسيير المرحلة الانتقالية، ثم كيفية الاستفتاء على الدستور بعد نقاشه مجتمعيا، ثم كيفية الانتخابات في الجنوب. هذا كله ذكرناه كمشروع مننا لزملائنا في المؤتمر القادم إن شاء الله اللي بيتم، ويعدلوا، قلنا لهم عدلوا ما تشاؤون وصوبوا الخطأ، هذا جهد بشري وكل جهد بشري معرض للخطأ والصواب، أكملوا النقص وصوبوا الخطأ ونسير. نعم عندنا مشروع، هذا مشروعنا. نتمنى لكم كل ازدهار ورخاء وتحقيق مطالبكم، وياكم ونتمنى لمصر ان شاء الله ان تخرج من عنق الزجاجة، وهي ستخرج حتما ستخرج، انا شخصيا مطمئن مصر ستظل مصر باذن الله. طب يعني السؤال بعد الاخير بقى، يعني رؤيتك للصراع يعني الحالي في مصر، هل مطلوب حل سياسي، هل مطلوب مصالحه، هل مطلوب يعني استكمال خريطه الطريق يعني كما هي العام مع اقصاء المخالفين لها؟ انا لا شايف اقصاء ولا شايف صراع. نعم. انا شايف عمليات ارهابيه ضد الامن وضد البلد. يفترض أنه هذه تحل بعدة طرق، أي عمليات أمنية مضادة سواء كانت على أساس ديني أو على أساس اجتماعي تحل بالناحية الأمنية بحسب، 2 بالناحية الفكرية توعية الناس، 3 بتنفيذ ما جاء في مطالب الثورة العدالة الاجتماعية. دي 3 ركائز أساسية هي اللي ممكن تقضي على هذا. بالتالي هذا اللي أراه، أما المصالحة بين الناس عموما واجبة، أما المصالحة مع من يجرم يثبت عليه إجرامه القانون يتصدر بالعكس، هتصير ذنب كبير
والا اصبحت الحكايه فوضى. انا بعت الواحد وهو صالحوني، ما تركبش يعني المصالحه مع من لم يجرم هذه واجبه شرعا، اما المصالحه مع من ثبت عليه جريمه اعتقد انها مخالفه لكل الشرائع للنفس البشريه اصلا. نسال الله يهدينا كلنا. نشكر السيد عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء الجنوب. أبناء رابطة الجنوب العربي. نشكر السيد عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر. ويبقى السؤال المفتوح، هو هل يعني وحدة بحرب أم سلام بانفصال؟ وهو ما سيجيب عنه الأيام القادمة. شكراً.